هسه راح نبدي نفتح الصندوق هذا الأول ونشوف الغراض عندنا هنا. هذا مكمل غذائي، طبعا هذا متوفر للبيع المباشر، كذلك هذا الفيتامين دي 3 متوفر للبيع المباشر اللي يحب يوصل من عنده. هنا عندنا برو ماركر اللي هن أقلام مال تحديد أتوقع، أو هيجي شيء أقلام مال تلوين بيهن الألوان كلش هواي، وأتوقع يستخدموهن الرسامين صراحة، ما أعرف شنو شغلهم بالضبط. مكمل غذائي بالمناسبة، احنا الشغل مال الشركة مالتنا هو شراء وشحن البضائع من موقع امازون واي باي وعلي اكسبرس او اي مواقع ثانية. كل اللي يعني يتمثل شغلنا انه نشتري هاي الغراض ونشحنها للعراق حسب الطلب مال الزبائن. يعني هاي الغراض اللي تشوفوها مو للبيع المباشر عدا اللي احنا نقول لكم عليها، مثلا عندنا مكملات غذائية اكل للبيع المباشر. فاغلب الغراض الناس توصيها يدزونا رابط المنتج بالرسائل على الفيسبوك، راح نعطيهم السعر كامل ويا الشحن ويا الجمارك. في حال عجبهم السعر راح يدفعون نصف المبلغ مقدما، نصه او جزء من عنده حسب، واما زنكاش اما حوالي اما ندز لكم سائق يستلم المبلغ، ومن يوصل من توصل الغراض يعني يكون دفع باقي المبلغ عند الاستلام. اي شخص عنده سؤال او استفسار او طريقة الشراء او يحب يعني يستعلم عن شيء معين، خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك واكو موظفين راح يردون عليك. طبعا رسائل كلش هواي فيصير تأخير بالرد على الرسائل، نعتذر منكم مقدما على هذا الشيء. فترة وصول الغراض مرات شهر، مرات 3 أسابيع، مرات شهر ونص حسب، يعني هاي الأمانة اللي جاي لكم إياها. مرات يصير تأخيرات بالجمارك، مرات ها أكو شغلة إنه الغراض بالصين موجودات، يعني موقع الإكسبرس بالصين، حتى غراض موجودة بإي باي، البائع موجود بالصين مكتوب يعني على المنتج تفاصيله. فأنت يعني شلون انه يحتاج وقت وصول من الصين الى امريكا وبعدين من امريكا للعراق، فهذا ياخذ وقت اطول. مثل ما جاي تشوفون مختلف انواع الغراض نقدر نجيبها للزبائن، مكملات غذائيه، العاب، ملابس، قطع غيار، قطع شغلات مال سيارات ايضا. فمختلف انواع الغراض موجودات بامازون، اي باي، علي اكسبرس، اي شيء موجود. صار لنا تقريبا اكثر من 10 سنوات في هذا المجال ومستمرين، شغلنا ماشي الحمد لله. فتقدرون تشيكون الصفحة مالتنا على الفيسبوك، فيديوهات مالتنا على اليوتيوب، وإذا عندكم سؤال أو استفسار تواصلوا يعني على الرسائل. إذا عندكم مثلا فد نصائح معينة أو فد خدمات تريدون نقدمها أو فد أشياء معينة تواصلوا يعني وبلغونا بها، راح نكون سعيدين يعني سعيدين كلش نستقبل اقتراحات. مثل ما جيت تلاحظون هسا هاي مكملات غذائية، هذا كريم، هنا أقلام مال رسم، اكو هواي العاب، شنو نجيب اجهزه، اقراص، اي شيء موجود بموقع امازون نقدر نجيب لكم اياه. هنا عندنا اقلام، تشيكوا الصفحه مالتنا، الصور، الفيديوهات، هذا يعني نقدم طبعا ضمان على النقل في حال لو لا سمح الله صار شيء على البضاعه نرجع لكم المبلغ، يعني امنوا من هاي الناحيه. عندنا هنا هاي جنطه، جهاز هذا في ار مال بلاي ستيشن مثل ما جاي تشوفون قدامكم بالفيديو. طبعا اي سؤال او استفسار تفضلوا راسلونا على الصفحة وان شاء الله ما راح نقصر وياكم بالجواب. والفيديو خلص والشحنة خلصت، ننتظركم بشحنة جاية. شكرا، مع السلامة.